حنا نكتب لونساج هذا تاعنا لهذا لونساج خلقناه بعد ازمه الزيت والسكر. انت تشوف بلديه ما تفوقش 2000 نسمه عندها 30 مخبزه، اسكو سي لوجيك هذه؟ ماهوش لوجيك. سي سبيسيفيك. هذه باختصار كما يقول لي قانون وزير معالي الوزير الماليه تكلم في حصه تاع النهار يقول لك بلي الشعب الجزائري ماذا به يدخل للتقشف والتمويل ما يبذرش. يا سبحان الله تبديو شكون اللي يديروا؟ يديروا الدوله. البارح اللي كانوا يسبوا فينا الاهالي المصريين المغنيين والمغنيات بالملايير في وهران سبوا فينا ونجيو نعطولهم هكذا هما اليوم يخسروا مش حنا. انك تعطيني في 130 اورو نروح بها للخارج في مطار هواري بومبدي نشربها غير قهوه تخلص لي فم. نروح بالمكه المكرمه ب 60 مليون، شكون اللي يدير في التبذير؟ هما اللي يديروا في التبذير مش حنا.